اليوم رح نشرح كيف رح نفضي خزانات الهواء في الشاحنة. كمان رح نشرح انه امتى بيشتغل مجفف الهواء. مجفف الهواء هو جهاز بالشاحنة بيسخن الهواء لما بيكون الهواء رطب او بارد وبيفوت على الشاحنة. في جهاز لازم يسخن هذا الهواء. اليوم رح نعرف عند اين درجة حرارة بيشتغل هذا المجفف. اليوم كمان رح نعرف انه امتى بتجمع المي في خزان الهواء وشو الاسباب لهذا الشيء وشو الحل. هذا الفيديو مو بس للمبتدئين، حتى انت يلي عندك شهادة السواقة من فترة طويلة بجوز هالمعلومات انت نسيتها وهلأ صار الوقت لحتى نتذكرها مع بعض. هذا شيء كله ولكن امتى؟ بعد هنيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو خليل. فيديو اليوم على طلب صديق الصفحة وليد الفراج. وليد كاتب في تعليقه: كيف نقوم بتفريغ الماء الزائد في خزانات الهواء؟ أول شيء أخي وليد، بمجرد وجود ماء أو حتى رطوبة في خزان الهواء هذا شيء مو كتير منيح، وهذا الشيء بيدل أنه مجفف الهواء يلي جبنا سيرته بالمقدمة، مجفف الهواء في الشاحنة خربان، وأنه الرطوبة اللي عم بتفوت لجوات نظام الهواء في الشاحنة عم بتجمع وبيصير مي بالأخير. هلا شو السبب لحتى يتجمع مي في الشحنة؟ بصراحة في سببين رئيسيين. السبب الأول في فلتر لمجفف الهواء. مجفف الهواء في له فلتر، هذا الفلتر بيكون متعبي بالغبرة والرطوبة والمي، مما بيؤدي يعني لتتجمع المي هاي في خزان الهواء. السبب الثاني هو في صمام، بالسويد بيقولوا له فنتيل، في صمام لمجفف الهواء. هذا الصمام إذا خرب، هذا الصمام هو مسؤول عن العطسة. شو هي العطسة؟ العطسة لما تكون شاحنة فرضا واقفة بتسمع بتعمل تس، هاي تس، هاي هي العطسة. الصمام المسؤول عن هاي العطسة بيكون خربان. هاي العطسة شو هي؟ هي العطسة الشاحنة بتقوم بتفريغ الرطوبة أو الماء بهاي العطسة، بيتم تفريغ الرطوبة والماء من نظام الهواء مشان ما تفوت هاي المي إلى نظام الفرملة ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في الشاحنة. وأخواتي بالحالتين يجب تصليح الشاحنة، لازم نصلحها بأسرع وقت ممكن لحتى المشكلة ما تتفاقم وما تزيد التكلفة. طيب إذا نفسنا الهواء وما كان في رطوبة وإنما هالمرة كان في زيت، طب شو السبب؟ السبب إنه بوجود زيت في كومبرسور. الكومبرسور بس انضرب بالشاحنة هذا بأدي انه بتشكل زيت في خزانات الهواء، بتسرب الزيت لخزانات الهواء. بمعنى تاني لما يخرب الكمبرسور الزيت بتهرب من بين المكبس والسلندر لنظام الهواء، وهذا شيء خطير كتير، لسه اخطر من الحال اللي قبله. واذا ما صلحت يعني ما صلحت المشكلة بسرعة راح بأدي الموضوع هذا لتكلفة باهظة الثمن. باهظة، من ايمتى ما استخدمت هالكلمة؟ أظن أول مرة بحياتي. باهظة الثمن، المهم تكلفة كتير كتير كبيرة، ديروا بالكم. طيب يتساءل متسائل: كم مرة لازم ننفس خزانات الهواء في الصيف وكم مرة في الشتاء؟ بالصيف بيكفي مرة واحدة بالأسبوع، أما بالشتاء يوميا وبعد الطعام. شو؟ وبعدها مو الطعام، بعد ما أنه تكون خلصت شغلك، يعني بعد ما تكون سقت نهار كله آخر نهار بتشوف بتنفس الهواء وبتشوف الوضع في رطوبة زيت هالأمور كلها. طيب ليش؟ شو هو السبب؟ السبب أخواتي لما أنت بدك تقوم بعملية التنفيس وخاصة بالشتاء وخاصة بالسويد، يعني درجة حرارة مينوس يعني تحت الصفر، تجمد، وقت أنت تسحب الحلقة مشان تنفس هواء البارد عم بيطلع، فرضا بيكون في شيء خربان بيطلع هواء بارد. هذا الهواء البارد بيؤدي، شايف الصمام هذا اللي انت عم تسحبه بيتم معلق، يعني بيتم الصمام مسحوب لبرا وبتشكل جليد هنيك محل ما بتسحب، بيكون في مي وبتشكل جليد. من ما تشكل جليد هذا الصمام ما برجع لورا، من ما يعني بطل يرجع لورا صار الصمام مفتوح، الشاحن الكمبرسور شو ما عم بساوي هواء عم بيطلع اول باول، يعني انت صار يعني صار ما فيك تسوق الشاحنة ابدا، يعني الفرام ما فيك تحله، ما في اصلا فرام بالشاحنة، يعني تكون الشاحنة وقفت وخالصة، قصة تفك الفرام وهالقصص ما تم، لاني اصلا ما عم بتحبى هواء في نظام الهواء بالشاحنة. هاي العملية فر الحركة انت فيك تعملها، بس امتى؟ شي نهار ما بدك تشتغل ما بدك تشتغل اسحبها بالصبح وساوي هاي المشكلة واتصل بالورشة او صاحب الشغل قول له والله الشاحنة
مع الأسف أنا ما لي علاقة. لذلك إذا أنت عملتها بعد ما خلصت شغل مثلا، بيكون في عندك وقت طويل لتاني يوم لحتى يعني في عندك مجال لحتى الورشة تجي وتصلح المشكلة. لذلك لازم ننفس الهواء بعد الشغل. طيب عند أي درجة حرارة بيشتغل مجفف الهواء في الشاحنة؟ الجواب هو عند درجة حرارة 5+. طيب راح أسألكم سؤال مع أنه أنا جاوبت عليه قبل، إمتى بنسمع نحن هذا الصوت؟ هذا الصوت، برافو، هذا الصوت اللي بنسمعه لما الشاحنة بدها تتخلص من الرطوبة الموجودة جوات نظام الهواء. وعادة نسمع هذا الصوت إمتى؟ لما منطفي الشاحنة نسمع صوت تسس. والسبب هذا يعني السبب وراء هذا الشيء إنه الشاحنة من نظام الأمان تبعها مشان ما يتشكل جليد أو هواء أو رطوبة، وقتها أنت بدك مو بدك تطفي الشاحنة، وقتها بتقوم الشاحنة بإطلاق كمية معينة من الرطوبة مشان يكون الخزانات خلاص فضيت من الرطوبة، ما في جنس الرطوبة، مشان تاني نهار لما بدك تجي تبلش تشتغل أمورك تكون كل شيء بالسليم. وهلأ صار وقت شو يا حزركون؟ هلأ صار وقت نتعلم كيف ننفس الهواء. إذا كانت هاي الشاحنة خزانات الهواء بتكون هون، طبعا خزانات الهواء في اثنين هون، في واحد هنيك، وأماكنهم تختلف من شاحنة لتانية، وحتى بنفس الشاحنة يعني بنفس الموديل إن كان فولفو مثلا، من سنة لسنة بتغير أماكنهم، شيء مو كتير مهم. المهم نعرف إنه في أكثر من خزان بالشاحنة. هلا إذا بنجي كيف بدنا ننفس الهواء، هلا منلاحظ هون في حلقة شايفينها، هاي الحلقة لازم نحن نسحبها لطرف ونشوف إنه في تسريب للمي أو زيت. لاحظوا معي كيف راح ننفس. مثلا إذا قلنا هاي هي الحلقة، نمسكها ونسحبها ومنلاحظ إذا عم بينزل مي أو زيت من الصمام. طبعا ما في شيء، كل شيء تمام، لا في زيت ولا في مي، أمورنا بالسليم. هلا نجي لحالة تانية إنه ما يكون في حلقة. لاحظوا معي هون مثلا هاي ما في حلقة، شو رح نعمل؟ رح ثبت الكاميرا طبعا. إذا ما في حلقة رح نستخدم الشاكوشة. أول شيء ننتبه إنه مننشفها منيح منيح تمام، نتأكد إنه ناشفة، وبحذر بدنا نضرب من تحت بحذر هيك، ومنطلع على الشاكوشة مننتبه إنه ما في لا زيت ولا رطوبة، أمورنا هيك بالسليم. طبعا هذا كمان هو مجفف الهواء، هون هو الفلتر موجود هون تبع مجفف الهواء. وهيك بيكون خلصنا. وهلا رح فرجيكم حاله بجوز يعني عدي عمركم كله وما تشوفوها، لذلك حبيت انكم تشوفوها. هي حاله خطيره ولازم نروح عند الدكتور باسرع وقت. جبنا فهمنا، جبنا شو بتبيعي؟ جبنا شو هذه؟ جبنة بلدية؟ هذه هي جبنة؟ انت شو بدريك بالجبنة؟ امبارح كنت ماشي بالطريق الصحراوي والسيارة تحمى وتولع، ايه وفيش معي مي احط في الروديتر، الا هالراعي جاي معاه هيك 6-7 غنمات، قلت تعال 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 تعال، رحت على هالغنم وبلشت احلب احلب احلب، واخذت الحليب وحطيته في الروديتر تاع السيارة، والله والسيارة مشت، وانا ماشي طلعت في المراية اللي هو الاكزوست بنزل قراص جبنه قراص جبنه قراص، كل شارع قراص جبنه، قلت حلو والله افتح لك بعدها مطعم، وصرت احط في زيت السياره مع زيت السياره احط زعتر
واتعس بنزين الاكزوس نزل ما نقيش ما نقيش ما نقيش ما نقيش وبعدها طلقت على الطريق. يا حجه حجه روح يا حجه اذا بتضلك خمس دقائق اذا بستاهل لايك فهلا الوقت المناسب لحتى تكبس على اللايك. عندك سؤال اكتبه بالتعليقات والجواب مردودي اسرع من طلقه الباروده. ارتحتوا مع العاميه اكثر ولا نرجع على الفصحى؟ يعني انتم بتقرروا هذا الموضوع، اكتبوا لي بالتعليقات. هلا بالاخير طلب اخوي، كل شخص بتفرج على فيديوهاتي واستفاد او انبسط او بده يقول لي شيء بتمنى انكم تصوروا حالكم يعني ماكس 10 ثواني تقولوا فيه الجمله اللي بدكم اياها. تمام ما راح لكم ما راح احد لكم، قولوا شو ما بدكم، انا راح اجمع فيديوهاتكم كلها بفيديو واحد ونزله على القناه. شو نسينا اليوم يا ابو خليل؟ شو نسينا اليوم؟ اجلسوا في اماكنكم. خلص الفيديو، شو بدنا نقول؟ قوموا من اماكنكم وفكوا الأحزمة والحمد لله على السلامة. السلام عليكم.